افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكبر مقبرة صف في البر الغربي بمحافظة الأقصر بحضور 21 من سفراء دول العالم. وأعرب مدبولي عن سعادته بهذا الكشف الأثري الذي يعد إضافة جديدة لعظمة هذا المكان تاريخيا وأثريا، والذي من شأنه أيضا أن يحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحية جديدة تضاف للمناطق السياحية الأثرية في مصر. كما وجه مدبولي بأن يتم وضع عدد من الاكتشافات الأثرية الجديدة التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر في المتاحف الجديدة التي تنشئها الدولة. هذا اليوم اللي احنا بنحتفل فيه هنا من الأقصر معهد الحضارة الإنسانية، والواحد دايما بيبقى في منتهى السعادة والفرحة كل ما بيسمع عن اكتشاف جديد بيظهر، لأن كل ده بيضيف إلى ضخم التراث العالمي، وده شيء الحقيقة بيؤكد ثراء أرض مصر، وإنها كانت فعلا هذه الأرض، وإن شاء الله هترجع مرة أخرى هي مهد التراث والحضارة والتقدم بإذن الله. وكل مرة بنقعد نتفرج على الرسومات اللي بتوضح على حوائط المقابر والمعابد مدى تقدم التقنيات والتكنولوجيات اللي كان بيستخدمها المصري القديم في إدارة حياته، ده بيؤكد ان احنا ان شاء الله باذن الله احنا كمصريين في العصر الحديث هنكون ان شاء الله زي اجدادنا اللي كانوا موجودين، ونبني مصر الحديثه اللي ان شاء الله احفادنا بعد كده يتكلموا عن هذه الفتره الذهبيه من بناء مصر الحديثه ان شاء الله. ومن المؤكد انه ليس هناك مكان في العالم يعبر عن التراث والحضاره الانسانيه مثل مدينه الاقصر، حيث تعد مدينه طيبه القديمة وجبالاتها واحدة من المناطق المصرية السبعة على قائمة التراث العالمي. إن الدولة المصرية تضع الحفاظ على آثارها وتراثها على رأس أولوياتها، ليس فقط من منطلق أنه حق للأجيال القادمة، ولكن إيمانا بأنه تراث إنساني يجب الحفاظ عليه من أجل البشرية بأسرها، وهو ما يتفق مع مبادئ التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تتبناها وزارة السياحة في استراتيجيتها الحالية التي تهدف من خلالها الى تطوير قطاع السياحه. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله حصل فيها حاجات كتير في الاثار، يمكن اهمها طالما معانا مجلس النواب هنا قانون الاثار، ودي خطوه مهمه جدا من مصر. عملنا قانون اثار صدر في منتصف العام الماضي عشان يحافظ على الاثار اكتر، وده كان مجلس النواب ليه دور كبير جدا في تصحيحه وتصويبه، وطلع قانون فعلا رائع. فخامه رئيس الجمهوريه في ديسمبر الماضي اصدر لاول مره في مصر اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، لأول مرة كل الوزارات المعنية اللي مسؤولة عن مواقع التراث العالمي تقعد مع بعض على الترابيزة وبتشتغل مع بعض بشكل منتظم. استمرينا في 10 12 اكتشفنا معدي الكاتب، الحمد لله منطقة غنية. أحب أقول مش هو ده الكشف الوحيد اللي هي مقبرة الصف اللي هي 55 متر في 10 550 و18 مدخل، لا احنا واقفين على مستوى لو لك أن نتخيل حاجة، في مستوى مقابر أهو فوق، في مستوى مقابر تحت، في مستوى مقابر اللي احنا واقفين عليه، وفي مستوى مقابر الصف اللي تحتنا. في كشف تاني على فكره هنا، مقبره تانيه برضو جديده موجوده هنا، اغلب الظن ان شاء الله اسمها شيسب. يا معالي الوزير.